illallah Muhammad Rasulullah Al-Qurani wa maqali Mustafa khair al-wara wa ali wa sahbihi wa sayyidi jilani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah عيب الدان النتو وخصوصا يا إلهي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فقراء بلا عمل ولا كن أخذنا أيدي ألي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بذرار وعيال ومريد عرضا ليوسف الجيلاني طهرا قلبي إلهي عن قباه وصفات فيه صفيح أنه بي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بتم فيه نبات العلم والمعرف وخشوع مارضا بي يوسف الجيلاني عطنا نشاط للخيرات والعمان ورياضات ملت بي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وفقني يا ربي لخدمة دين دائما وصف الإخلاص جد بي يوسف الجيلاني ربنا آذن لنا تدريس علما نافعا وباركا في كله بي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اجعلنا ذاكرين ذكر قلب طاهر بلسان صادق ليوسف الجيلاني أهينا قلبا ونفسا في طريق الباهل لرضاك الدائم بيوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله محمد رسول الله حفظنا عطاءنا من كل ما كرهته عمرا بالتقى يوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رزقا زهدا والقائنا عتا بالقسمة منك وتوكل بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عمرنا الباقي إلهي أصل أنبي لا ردى واعفو عنا ما مضى بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أصله الأولاد بتقوى وعلم باركا فيهم لنا بقوة بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله واجعلنا ربنا دعاة والوسعة في دينك العلي ذو ربي يوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله غيرنا بفضلك عمن سواك سيدي لدع بتاج سوينا بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أعطنا من الحلال ما بذاك نكتفي عن بني أبنى دنا بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تليك عيشنا بالفقر والمسكنة ووسعا أرزاقنا بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله من الغين رزقنا كي نواسي الفقراء غير رد أحد بيوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بارك في الدرس والكلاب والمجالس وكفى تعليمنا ب
بي يوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله واشفنا من كل داء هل في أجسادنا صفحها دائما بيوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أخرجنا من ظلام نفس بتطريها يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا تجعلني عبدا مطيعا صالحا يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا بمحض فضل مسلما توفني الحكم بصلح يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أدم لنا تدريس علما نافعا وعلكم في كله بيوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحدت من كلامي يا أبي كلمة التوحيد يوسف الجيلاني وحسرا في وحشرا في زمرة الصلحاء خفف زلتي ثقلا ميزان نبي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تناقش الفقير في الحساب ربنا في الجنان أدخلا بيوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله واجمع مع الحبيب والأحبة والنبا والمشائخ وشيخ يوسف الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله والسلام على الحبيب المصطفى والآل والصحاب ثم يوسف الجيلاني لا
عبادك الفقراء بلا عمل ولا كي أخذنا أيدي اللي يوسف الجيلاني لا إله إلا الله بندرار وعيال ومريدنا رضا يوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طهيرا قلبي إلهي عن قباه رسخت فيه صفي أنه بي يوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والآل والصحاب ثم يوسف الجيلاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളും സമുന്നതരായ നേതാക്കളും വൈലത്തൂർ പാപ്പയുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുൽത്താനുൽ ഉലമ അഭിവന്യ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി മലേഷ്യ സയ്യിദ് അവർകൾ സമാപന വേദിക്ക് ദുആഇന നേതൃത്വം നൽകാൻ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗ ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബറു അല്ലാഹു അക്ബറു വലില്ലാഹിൽ ഹംദു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹയ്യി സുന്ന ഷെയ്ഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു.